نبدأ كالمعتاد بأهم الأحداث والأخبار. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قال على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أنه بيتابع عن كثب التطورات الإيجابية اللي بتمر بها المفاوضات الحالية للتوصل إلى هدنة شاملة في قطاع غزة. كمان الرئيس قال أو دعا كل الأطراف لبذل المزيد من الجهد للوصول إلى اتفاق يؤدي إلى إنهاء المأساة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني وإتمام استبدال الرهائن والسجناء. اتحاد القبائل العربية وهو اتحاد وطني وله دور كبير في الاصطفاف خلف القيادة السياسية في ظل المخاطر الراهنة. الاتحاد قائم على فكرة ثوابت الدولة الوطنية ودعم الدور المصري في كل القضايا الإقليمية. امبارح رحب اتحاد القبائل العربية بموافقة حركة حماس على المبادرة المصرية لإتمام أو لاتفاق الهدنة بينها وبين إسرائيل، وأعلن الاتحاد أن الموافقة دي جاءت ثمرة للجهود اللي بذلتها مصر وقطر للوصول إلى اتفاق بيضع حدا للأوضاع المأساوية اللي بيواجهها الشعب الفلسطيني على مدى الشهور الماضية. كمان الاتحاد طالب دول العالم بالضغط على إسرائيل الموافقة على المبادرة المصرية لإنهاء احتجاز الرهائن الإسرائيليين والإفراج عن عدد كبير من الأسرة. وجه الاتحاد التحية إلى الرئيس السيسي على الجهود اللي بيبذلها من أجل توقيع اتفاق ينهي العدوان ويضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني. أكد الاتحاد أن الوقت بات مناسبا لتحرك مجلس الأمن والأطراف المعنية للوصول إلى أفق سياسي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. كمان امبارح كان في اخبار مهمه. السيده انتصار السيسي قرينه الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأت الشعب المصري بمناسبه عيد شم النسيم، وقالت السيده انتصار السيسي في تدوينه على مواقع التواصل الاجتماعي ياتي عيد شم النسيم كل عام حاملا معه البهجه والامل، نشارك فيه عاداتنا وتقاليدنا الاصيله ونعبر عن حبنا لوطننا الغالي. كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء وشر. كمان من ضمن أحداث الأمس، الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أعلنت زيادة الحركة السياحية خلال الربع الأول من عام 2024، وقالت أنه من المتوقع أن تكون الفترة القادمة أفضل بكتير من حيث عدد السائحين. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح. السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأت الشعب المصري بمناسبة عيد شم النسيم، وقالت السيدة انتصار السيسي في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي يأتي عيد شم النسيم كل عام حاملاً معه البهجة والأمل، نشارك فيه عاداتنا وتقاليدنا الأصيلة ونعبر عن حبنا لوطننا الغالي. كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء وشر. امبارح استضاف دير السيدة العذراء السريان بوادي النطرون مائدة الإفطار اللي جمعت قداسة البابا تواضروس الثاني بعدد من الأباء المطارنة والأساقفة عقب انتهاء القداس الإلهي اللي تم فيه إيداع خميرة الميرون لزيتي الميرون والغالي الواون الجديدين. وألقى قداسة البابا كلمة روحية بمناسبة القيامة أثناء اللقاء اللي بيعد تقليد سنوي لقداسته وأعضاء المجمع المقدس. امبارح أكدت دار الإفتاء أنه يجوز شرعاً للمسلم أن يهنئ غير المسلمين بالأعياد والمناسبات اللي بيحتفلوا بها، وهذا من باب المشاركة الاجتماعية لهم، فلا مانع شرعاً من ذلك، فالإسلام دين كله سلام ورحمة وبر وصلة، يأمر أتباعه بالإحسان إلى الناس جميعاً ولا ينهاهم عن بر غير المسلمين ووصلهم وإهدائهم وقبول الهدية منهم وما إلى ذلك من أشكال البر بهم، بل يأمر بهذا كله ما لم يظهر الآخر العداء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة في التطبيق، فكان يقبل الهدايا من غير المسلمين كما ثبت في صحيح السنة. امبارح الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أعلنت أن الربع الأول من عام 2024 شهد زيادة بحركة السياحة الوافدة لمصر بالمقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، واعتبرت أن تلك المعدلات في ظل الظروف الحالية تعد جيدة، ومن المتوقع أن تكون الفترة القادمة أفضل بكثير من حيث عدد السائحين، لافتاً إلى أن السوق الألماني يأتي بمقدمة الأسواق السياحية الوافدة لمصر من حيث عدد السائحين، يليها السوق الروسي والسعودي والبريطاني. امبارح أكدت الهيئة القومية للأنفاق أنه بيجري حالياً تجارب التشغيل اليومية للجزء الثالث من المرحلة الثالثة بالخط الثالث 3C بدون ركاب، وبتحتوي هذه المرحلة على خمس محطات هي التوفيقية، وادي النيل، جامعة الدول، بولاق الدكرور، وجامعة القاهرة.